الأخبار من ATV العدالة، وفيها لقاءات مكثفة لممثلي سمو الأمير سمو ولي العهد في نيويورك. المالية تنفي جملة وتفصيلا ما يتم تداوله عن فرض أنواع من الضرائب. إطلاق المرحلة الأولى من خدمة تسجيل الامتداد المباشر KW. ومن العناوين إلى التفاصيل. عقد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم سلسلة لقاءات على هامش قمة المستقبل في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. والتقى ممثل سمو الأمير رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة التي تربط دولة الكويت وجمهورية العراق وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما بحث ممثل صاحب السمو أمير البلاد سمو ولي العهد خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة لمناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما استقبل سموه اليوم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، وقد تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك وتعزيز الروابط الرياضية المشتركة، بالإضافة إلى دعم وتطوير اللجنة الأولمبية الكويتية في كافة المجالات بما يعود بالنفع على الرياضيين في الكويت. هنأ سفير دولة الكويت لدى السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح قيادة المملكة العربية السعودية بحلول ذكرى اليوم الوطني 94، مؤكداً أنه مناسبة عزيزة وغالية أيضاً على الكويتيين. وقال الشيخ صباح الناصر بهذه المناسبة: نهنئ أنفسنا باليوم الوطني السعودي، فالكويت والسعودية توأمان لا ينفصلان ويسيران في طريق المجد سويا بخطوات واحدة وثابتة، معربا عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي، متمنيا للمملكة المزيد من التقدم والازدهار والرفاه. وأضاف الشيخ صباح الناصر أن هذه المناسبة تعد مناسبة كويتية، فكل ما يعني السعودية يعني الكويت، وكل ما يعني الكويت يعني السعودية، مبينا أن هذه العلاقة ليست جديدة بين البلدين، إنما هي متجذرة وأصيلة. ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف اجتماعا مع قادة القيادات وأمار الوحدات في غرفة اتخاذ القرار لبحث الاستعدادات الأمنية واللوجستية لأعمال الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في الكويت في شهر ديسمبر المقبل. وناقش الاجتماع التجهيزات والاستعدادات الأمنية والمرورية واللوجستية لاستقبال أصحاب رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي والخطط الرئيسية وآلية الانتشار الأمني في كافة المحافظات أثناء وبعد انعقاد القمة وآلية التنسيق بين القطاعات العسكرية المشاركة في عملية التأمين. وأشار الفريق النواف إلى ضرورة تعاون كافة الأجهزة الأمنية المشاركة في عمليات التأمين لأداء المهام المطلوبة منها بكل دقة وإتقان. نفت وزارة المالية جملة وتفصيلاً صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض أنواع من الضرائب بنسب متفاوتة على الرواتب والسلع والتذاكر والخدمات غير الأساسية والترفيهية. وقالت الوزارة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إكس إنما تم تداوله من فرد 2.5% ضريبة دخل مباشرة استقطاع من الراتب و1% ضريبة قيمة مضافة للسلع والخدمات الأساسية باستثناء التموينية عار عن الصحة.
وأوضحت أن ما تم تداوله أيضاً عن فرض 2% ضريبة قيمة مضافة لتذاكر السفر والسلع والخدمات غير الأساسية والترفيهية عار عن الصحة جملة وتفصيلاً. وفيما يتعلق بقيام الوزارة بإثراء الثقافة الضريبية في المدارس، بيّنت أن هذا يعتبر من البرامج الثقافية التي تدخل ضمن اختصاصات قسم الإعلام الضريبي، مشيرة إلى أنه تم تطبيق هذا البرنامج منذ عام 2005 بالتنسيق مع وزارة التربية لنشر الثقافة الضريبية والمالية بين الطلبة والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية. وعن الهيكل التنظيمي للإدارة الضريبية في الوزارة المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أن الهيكل التنظيمي المعتمد وفقا للقرار الإداري رقم 404 لسنة 2003، لافتة إلى أن الإدارة تقوم بتطبيق القوانين الضريبية على الشركات الأجنبية والكويتية الخاضعة لتلك القوانين. نظم ديوان المحاسبة ملتقى للجهات المشمولة برقابته تزامنا مع مرور 60 عاما على إنشائه، بهدف التعريف باختصاصات ومهام قطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني، وتماشيا مع التوجهات الاستراتيجية في الديوان. وقال وكيل المحاسبة يوسف المزروعي إن الديوان خلال 60 عاما مارس هذه الرقابة بالتعاون مع الجهات المشمولة، كما حقق وفورات مالية بالتعاون مع الجهات المشمولة ما بين 30 و40 مليون دينار سنوياً. أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح 556 مواطنا ومواطنة من حملة التخصصات التربوية للعمل في وظيفة معلم لدى وزارة التربية. ودعا الديوان في بيان عبر حسابه الرسمي في منصة إكس المرشحين إلى مراجعة وزارة التربية مباشرة دون العودة إليها. أطلقت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اليوم المرحلة الأولى من خدمة تسجيل الامتداد المباشر .kw، إذ تقسم هذه الخدمة إلى 3 مراحل تبدأ الأولى اعتبارا من اليوم وتستمر لمدة 6 أشهر، وذلك للنطاقات الحكومية وأصحاب العلامات التجارية والسجل الحاصلين على الامتداد الثالث. نعلن إن شاء الله اليوم عن إطلاق المرحلة الأولى من خدمة تسجيل الامتداد المباشر .kw، وهي متاحة في هذه المرحلة للنطاقات الحكومية وأصحاب النطاقات المسجلين تحت الامتداد الثالث بكل فروعها، بالإضافة إلى أصحاب العلامات التجارية. يمكن لهم التسجيل مباشرة من خلال الدخول على موقع الهيئة أو www.kw. هذه المرحلة مدتها 6 شهور، بعدها إن شاء الله راح نعلن عن إطلاق المراحل الأخرى. هو احنا حاليا يعني في العالم التكنولوجيا، لما تبي تدخل على اي موقع الكتروني تكتب العنوان، فرضا موقع جوجل او اي موقع ثاني، تكتب جوجل نهايته شنو تكتب؟ تكتب .com. زين، شنو .com؟ .com هي يسمونها بالمصطلح العالمي يسمونها GTLD، جنرال تي ال دي. في سنه 1980 شيء و80 المنظمه اللي نظمت اسماء النطاقات قرروا أن يخصصون أسماء حق كل دولة، مثلا دولة الكويت .kw، الدولة السعودية .sa، البحرين إلى آخره. فكل دولة أي اسم نطاق أو أي دومين أنت تشوف نهايته حرفين هذا اسم دولة. في بعض الدول هم يسوقون اسم النطاق مالهم، مثلا إيطاليا .it، يسوقونه .it، أي شركات الـIT يروح مثلا يأخذ .it، مثلا .ai .ai هم تبع دولة، .me تبع دولة، ولكن شنو هم عندهم القابلية أن يسوقون هذا اسم النطاق في مجال معين، الحكومة سعرهم مميز. زين، لأن احنا عندنا معظم الجهات الحكومية أسماء نطاقاتهم 3 أحرف، فقلنا يعني بدال ما هو عادة تسجيل النطاقات يصير سنة بسنة، بس احنا سهلنا الموضوع البيمنت حق الجهات الحكومية 10 سنين، تدفعها مرة واحدة لمدة 10 سنين أنت ترتاح. إنزين، فإذا 3 أحرف يدفع 2000 لمدة 10 سنين، وإذا 4 أحرف أكثر 300 دينار، وهو سعر النطاق من السنة الجاية راح يكون 30، فحددنا السنة 30 × 10 300.
أعلنت جامعة ستانفورد الأمريكية عن قائمة بأسماء أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيراً في العالم في جميع المجالات العلمية على مدى مسيرتهم المهنية للعام 2024، والذين كان من بينهم للعام الخامس على التوالي الأستاذ الدكتور علي جواد شمخة عميد الهندسة بكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا. وبهذا الإنجاز العربي المرموق رفع شمخ اسم الكويت في مقدمة الترتيب وتحديداً في المركز العاشر، وذلك من خلال الجامعة التي يتولى عمادة الهندسة فيها وهي كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا. جدير بالذكر أن البروفيسور علي شمخ وفي إنجاز فريد من نوعه قد تصدر المرتبة الأولى عربياً للعام الخامس على التوالي والمرتبة العاشرة عالمياً متقدماً 4 مراكز عن العام الماضي في مجال الهندسة الميكانيكية والنقل ومجال الطاقة من أصل 143,311 عالماً في المجال نفسه على مستوى العالم. كما حل شمخة في المركز الأول عربياً والمركز الثاني عالمياً لإنجازاته البحثية في عام واحد في المجالات نفسها. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إن العدوان الإسرائيلي على بلاده حرب إبادة والثغرات جوية عنيفة على شرق وجنوب لبنان أسفرت حتى الآن عن مقتل وإصابة المئات من بينهم نساء وأطفال. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن ميقاتي قوله في مداخلة خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني إن العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان حرب إبادة بكل ما في الكلمة من معنى ومخطط تدميري يهدف إلى تدمير القرى والبلدات اللبنانية والقضاء على كل المساحات الخضراء، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الفاعلة إلى الوقوف مع الحق وردع العدوان. توج منتخب الكويت للرماية بثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات البطولة الآسيوية للرماية المتواصلة في كازاخستان، وذلك ضمن مسابقات رماية التراب بعد فوز البطل ناصر المقلد بالميدالية الذهبية لفئة فرد الرجال، كما توج أبطال وبطلات الكويت بذهبيتي فئة الفرق للرجال والسيدات في تفوق كبير لرياضة الرماية الكويتية في البطولة القارية. وقال رئيس الاتحاد الكويتي للرماية والأمين العام للاتحاد الأسيوي للعبة دعيج العتابي إن إنجاز منتخب الكويت في مسابقتي الفرق جاء بعد حلول الرماة ناصر المقلد وطلال الرشيدي وعبد الرحمن الفيحان أولاً بمنافساتها، فيما فازت الراميات شهد الحوال وسارة الحوال وريم الزمانان بالمرتبة الأولى في منافسات فرق السيدات.